لك موت يا حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. يا شخصية عبالك جي تي اي، يا جي تي اي في. اليوم لعبة بولت سترايك باتل جراوند نسخة تشريبية، وأخيرا وصل الرابط لي. اي على كيفك، متحمس. عندنا سيتنج، شنو بي سيتنج؟ كنترول هاي اوف. خلينا نقول بلاي. هنا أنا ما شاء الله هواي لاعبين حصلوا النسخة التجريبية ومن ضمنهم أني. فايندينج ماتش بليز ويت. خلينا نشوف شنو هاي اللعبة، هل هي جميلة أم لا، حلوة ولا لا. طبعا دا أصور برنامج مو بيزين، لأن الأيزت من أصور بي صاير يعني ما أقدر أدوس الكنسل. إذا أدوس ما تنداس بالأيزت، يعني الأيزت دي خربط عندي، دي خربط بنظام النوكي. من سويت جهاز تحديث النوكي الأيزت مدى يتوافق ويا النوكي، فمو بيزين حاليا هو البرنامج الافضل. اكو نص يقولون اندرويد، اكو نص يقولون اندرويد لو اندرويد. شنو اندرويد؟ ما هذا المصطلح اندرويد. اوكي خلينا نشوف البداية مال اللعبة شنو. راح نشيتي باراشوت. اوه باع اللاعبين، مو بس واحد لو اربعة لو اثنين، باع عدد اللاعبين حبيب. دا يزيدون اللاعبين بابا، 18 لاعب، يعني 9 ضد 9 9 versus 9. هلا الالوان اشوف يطيه شويه، ليش شو ماكو باراشوت؟ طبعا نسخه تجريبيه مثل ما قلنا. ها شنو هنا؟ أنا عندي حاليا 60 بس الالوان، ما اعرف ليش هيك عندي، احتمال ما متوافقة ويا جهازي بشكل مضبوط. عالسريع عندنا قام زي والله، حلو حلو كرسومات الركضة مال اللاعب، ترى فتشي مرتب. اوه واحد رمى علي كرة شاش جيفي، اكو واحد رمى علي. طبعا عندي هذا النيشان حلو، بعدنا اول جيم اصوره. الو كيوتي، ها شنو؟ لا لا ها شنو؟ طلقتي مين جتني اني؟ طبعا بيها خربطة اللعبة. طلعت ها هي؟ هذا الجيم؟ زين ليش الجرافيك مال اللعبة تعبان؟ كنترول. لأن نسخة تجريبية، صدقوني لأن نسخة تجريبية، هي المفروض بالمستقبل تصير أحلى، تصير قريبة تقريبا شبيهة الكمبيوتر. لازم افوت مرت اللخ، يعني هذا الجيم انا طلعت منه، اللي يموت يطلع من عندي. اوكي جيم بلاي اخر. طبعا بالبداية ما راح احكم على اللعبة ليش ما سوى باراشوت. تشوفون هاي الصورة، يعني اكو باراشوت، اكو مظلة، اكو طيارة، اكو ما ضايفي حاليا بالنسخة التجريبية. النسخة التجريبية عندها يحمسون الناس نسوي هاي اللعبة، هيك لعبة نسوي على الموبايل، تريدوا على حاسب موجود على الحاسب، بس الموبايل هم صار فد شي مهم بحياتنا، صار شخصي. بقى نزلنا راسا اصعد، لو صعد لا تقولي ما يقدر يصعد، انه اصعد خراب ما يصعد. زين لو قاموز، هلا هلا هاي بمبكشين. اوكي رشاشة، لو اجيب رشاشة اجيب رشاشة اسرع. اذا بتلي بواحد يمكن ما يشيل سلاحين، اعتقد هذا الشيء. هذاك واحد الا روح لي، راح للبيت الا روح لي. والله اقدر اني اشيل ومشي، اي اقدر كل سهولة. ذاك هو ورا، هذا ورا، ذاك هو ما يدري. قتلت أول واحد، قتلت أول واحد، بس ليش ما كتب اسمي؟ هذا الأول قتلناه، جيد. اسم مكتب، اسم اللاعب ما انكتب، ما اعرف ليش. اسحب اكسحب لولا اكسد شينو كرة الشاشة بس. اي هاي زرع ذكرني فاست، كنا فاست نقتل بهيجي زرع وبعدين نطلع من اللعبة ونرجع ندخل اللعبة.
الموت هنا بسرعة يعني، إذا يطلع لك واحد من ورا يطشرك بسرعة. بقوا 9 لاعبين، اللي يتعود أول مرة على اللعبة راح يتعود دائما وراح يقتل بسرعة. هذا واحد بسرعة، روح له يا علي روح له. قتلته قتلته، كأني واحد رمى علي. لو انا يعني سحبت عبالي صوت واحد. بقوا 8، 2 انا قاتل حاليا. لا رجعنا على الشاشة. لك هذا واحد، اكو واحد قمز منه، بس هي خربطة تصير يعني اللاعب يختفي وراه. بعد اماكن حلوة بالخارطة وهاي، بس هذا وين اللي هنا؟ لك موت يا حلو. الرمي ما اعرف ليش يطلع يعني الطلقات من ورا من واحد يرمي عليك. ها شنو هاي؟ ليش تصير هاي الطاقة؟ هاي الطاقة جتني هاي هاي، ما اعرف شنو في السالفة، انه هذا نهاية وقت عبالك، كأنه نهاية وقت يعني اللي يموت يموت، اللي يبقى اخر واحد يبقى اخر واحد. حاليا بقوا 6، بقوا 6 طاقة ما عندي، ما اقدر انهزم من هذا حقل الطاقة، ما اقدر، ما اعرف ليش. هاي بعدين عمود يعني نشوف العيوب وندزلهم للشركة نقولهم هيك وهيك الالوان، مثلا البداية يريد مظلة، وبعدين تبين بعدين اليات تصير بيها، وهاي الخارطة كبيرة. هاي الجيم بلاي صغير باللعبة، يعني ما اقدر اسوي حلقة اطول من هاي، لان هي هذا الجيم بلاي حاليا مجرد تجريبية، ومن راح يدزون تحديثات راح نشوف شنو الفرق يصير. فتقدر تقتل الشخص يعني بسهولة حاليا. راح اموت طبعا، اكو دي يموتون، ما اعرف هذا حقل الطاقة ما ادري من جاني، ما اعرف ليش مسويه. قبل شوي عبالي خطأ باللعبة من جربت. ماكو، حموت حموت حموت. هي انتهت. اذا شباب هذا هو الجيم بلاي. طبعا انا كاتب 3، واصل رنك 5، ما اعرف شنو هذا اللي قصدوا بيه. فهي اللعبة شباب حاليا لعبة بولت سترايك باتل جراوند. طبعا بيها شخصيات بعدين تقدر تختار بنية لو ولد، بس قلت لكم هاي الالفا مو البيتا. فاست حاليا هم الفا، وبالمناسبة لعبة فاست هم راح يضيفون بيها باتل جراوند، حيسون هيجي، بس اكيد الجرافيك ما ذيك اللعبة احلى. هاي حاليا الفا، وفاست كذلك الفا، اثنيناتهم الفا. البيت تصير احلى والرسمي، بعدين ننتظر الرسمي. هاي راح يصير بيها باراشوت، راح يصير بيها سيارات، راح يصير بيها شخصيات تغيرهم ملابس وهكذا. اذا شباب الى هنا نهاية الحلقة، اتمنى عجبكم هذا الجيم بلاي صغير، نظرة الاولى على لعبة باتل جراوند. اتمنى عجبكم هذا المقطع الصغير، شوية لعبة يعني مو حماسية مو قوية، بس هاي قلنا لكم نسخة تجريبية. حاليا ماكو روابط للتحميل اللعبة، اوكي شباب ماكو اي رابط، فقط اللي مسجل عليها يقدر يلعبها. كان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.